كرنر ونيمار بشارة بطرس الراعي أن النظام السوري ديكتاتوري وقد عانى منه اللبنانيون الأمرين، ورحيل الأسد لا يؤثر بتاتا على وجود المسيحيين في سوريا لأنهم بطبيعة الحال يوالون السلطة أيا كانت ولا يوالون الأنظمة السياسية، وطالما هم لا يتعاطون السياسة في الدول العربية الأحادية الحزب الواحد والدين الواحد والرأي الواحد فلا خوف عليهم. الراعي وفي مقابلة مع موقع بيروت أوبزيرفر شدد على أن رحيل النظام في سوريا لا يقلقنا، بل نخاف من ثلاثة أمور هناك: حرب أهلية وتقسيم للدولة ووصول نظام أكثر تشددا.